النهارده هنعمل اللازانيا باللحمه المفرومه. اللازانيا اصلا من اقدم المكرونات اللي موجوده. اول مكرونه طلعت وهي كانت مسطحه وعريضه كده ما فيش فيها اي اشكال، وصفه ايطاليه وبتتعمل بانواع كتير من الصوصات وانواع كتير من الحشوات، ممكن الابداع فيها جدا. النهارده هنعملها بحشو اللحمه المفرومه وصلصه البشاميل او صوص البشاميل طبعا، لان احنا كلنا في الشرق الاوسط متعودين ان احنا ناكل المكرونات بصوص البشاميل، اكتر الصوصات المحببه ليك. هعرفكم النهارده ازاي تعملوا اللازانيا بكل التريكات بتاعتها اللي هتخلي طعمها يطلع احلى والذ من المطاعم بكتير، وكل المكونات اللي ممكن تضاف عليها عشان تخليها اغنى والذ لازانيا مش هتشتروها تاني من بره لو عملتوها بالطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده. وهعرفكم كمان تكنيك صوص البشاميل بتاع اللازانيا وازاي تعملوا نوعين اللازانيا اللي بتخبز في الفرن واللي بتتسلق. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هنبتدي نعمل صوص اللحمه المفرومه. حطيت شويه زيت زيتون وحطيت نص كميه البصل، انا مستخدمه 3 بصلات من البصل الاصفر، هحط نص كميه البصل بس وهبتدي ان انا اكرمل البصل ده في الزيت، ممكن زيت عادي بدل زيت زيتون، ممكن سمنه زي ما يعجبكم. عشان نكرمل البصل وما يتحرقش وما يبقاش لونه بني او يبتدي يتلسع مننا، هنضيف كل شويه حبه ميه كده مع البصل ونقلبه على النار لحد لما يتكرمل وياخد لون حلو، وفي نفس الوقت هيفضل طري ومش هيتحرمش كده او ياخد لون بني. هتعملوا الموضوع ده تقريبا 3 او 4 مرات، يعني هتحطوا الميه وتقلبوا لحد لما يشرب الميه وتحطوا ميه تاني، يعني لحد لما تحسوا ان البصل اتكرمل بقى شكله حلو وبقى طري ومفيش فيه اي لون بني او لون مسود يعني. وبعد كده هحط عليه 3 او 4 فصوص من الثوم المفروم، هنشوح الثوم شويه مع البصل وبعد كده هنضيف عليهم اللحمه على طول. هدي اللحمه الصدمه الاولانيه، يعني اقلبها كده مع البصل والثوم، اشوحها لحد لما تاخد الصدمه الاولى، وبعد كده هضيف البهارات بتاعتها، ملح، فلفل اسود، اوريجانو او زعتر بري، بابريكا، روزماري، ريحان. كل الحاجات دي لو مش متوفر منها حاجه ممكن تستغنوا عنها، مفيش مشكله، هكتب لكم مقادير كل حاجه انا ضفتها تحت الفيديو وفي صندوق الوصف. هقلب بس اللحمه شويه مع البهارات بتاعتها، وبعد كده هضيف عليها نص كميه البصل المتبقيه وجزرتين مبشورين. الجزر المبشور حلو جدا جدا في اللازانيا، ومن ضمن الاسرار اللي بتخلي اللازانيا طعمها جميل جدا، يعني ما بيبقاش باين، ما بناخدش بالنا منه، بس هو سبب اللون وطعم وريحه اللازانيا المشهوره اللي بناكلها بره. حطيتهم بس 5 دقائق عشان خاطر البصل والجزر يتبلوا شويه، وبعد كده هضيف عليهم الصلصه بتاعت الطماطم او صوص الطماطم. انا مستخدمه يعني علبه طماطم جاهزه المعلبه اللي بيكون فيها الطماطم المهروسه دي، ممكن تضربوا طماطم عادي في الخلاط، تحطوا عصير 4 أو 5 طماطميات، وزودت عليهم شويه ميه كده من العلبه، يعني حطيت شويه ميه في العلبه عشان خاطر اصفي كل الصلصه منها، عشان خاطر صوص اللازانيا لازم يكون سايل شويه، بيكون سايب مش بيكون متماسك وما فيهوش ميه، لا المفروض بيكون فيه شويه ميه شويه سوائل. وزودت عليهم معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم اللي هي الصلصه الثقيله، عشان خاطر تدي لون حلو وقوام حلو للصوص بتاع اللازانيا. قلبتهم شويه وبعد كده غطيتها، سبتها عشان خاطر تتسبك لمده تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه، بحيث ان كل حاجه تتخلط مع اللحمه واللحمه تبقى يعني مستويه، وفي نفس الوقت صوص بتاعها متسبك ويبقى قوامها وشكلها زي ما انتم شايفين كده، هيكون فيها صوص شويه، يعني اللحم المفرومه او صوص اللازانيا بيكون فيه شويه سوائل. دلوقتي بقى هنجهز اللازانيا نفسها. في نوعين من اللازانيا، في نوع اوفن ريدي اللي هو بتدخل الفرن على طول من غير سلق ولا اي حاجه، بيبقى مكتوب عليها ان هي جاهزه للفرن على طول، وفي نوع التاني اللي هو بيتسلق. انا هعمل معاكم الاثنين وهقول لكم تعملوا ايه علشان خاطر ما تلزقش في بعضها. بالنسبه للنوع اللي بيتسلق هتتبعوا الانستراكشنز او التعليمات اللي على العبوه بتاعتكم، يعني انا العبوه بتاعتي مكتوب عليها ان انا هسلقها في ميه فيها ملح من غير غطاء لمده 8 دقائق، شوفوا انتوا العبوه بتاعتكم مكتوب عليها ايه. ولكن اللي اهم من السلق انها اول لما تتسلق وتتصفى تتحط على ورق زبده او على صينيه مرشوشه بالزيت عشان خاطر ما تلزقش في بعضها. مشكله ان انتوا بتصفوا اللازانيا وتسيبوها انها تلزق في بعضها وتبوظ، فلازم تحطوا رشه زيت كده او تدهنوا زيت ما بين اللازانيا وترصوها كده فوق بعضها، وفي بينهم طبقات من الزيت علشان خاطر تفضل منفصله ما تلزقش في بعضها لحد لما تجهزوا صوص البشاميل. دلوقتي بقى هنجهز صوص البشاميل الفرنسي. هنحط كميه زبده، كميه دي قد بعض، يعني مثلا لو نص كوبايه من الزبده يبقى نص كوبايه من الدقيق، لو ربع كوبايه من الزبده يبقى ربع كوبايه من الدقيق تقريبا. هنقلب كده الزبده ونسيحها، وممكن بدل الزبده سمنه او زيت او سمنه وزيت مع بعض او زبده وزيت، مش هخليكم تبقوا ريستريكتد قوي مع الزبده علشان عارفه مش كلكم عندكم زبده، فممكن عادي نحط سمنه او زيت. اول ما الزبده تسيح هنحط عليها كميه الدقيق، زي ما قلت كميه دي قد كميه الزبده.
ده اسمه خليط الرو، يعني الدقيق مع الزبدة اسمه خليط الرو. هنقلب الدقيق مع الزبدة كده لحد لما يتشوحوا مع بعض كده، الدقيق يشرب الزبدة أو الزبدة تشرب دقيق، يشربوا بعض كده ويبتدوا يستووا مع بعض. وبعد كده هسيب خليط الرو بتاعي ده يستوي كده لمدة 3 أو 4 دقايق علشان خاطر ما بقاش فيه طعم دقيق ني. وبعد كده هطفي النار خالص واسيب الرو ده يهدى، يعني الخليط ده يهدى ويبرد تماما. هحط عليهم حليب سخن. انا وصفتي نفس الوصفه الفرنسيه الاصليه ولكن بتكنيك مختلف علشان تضمنوا انه مستحيل البشاميل يكلكع منكم، يعني مضمونه 100%. هنحط الحليب السخن على الرو البارد من غير نار ولا اي حاجه خالص، وهنقلب لحد لما الدقيق يدوب خالص في الحليب السخن. هو اكيد هيدوب دلوقتي ومش هيحصل اي تكتلات ولا اي حاجه لان احنا مش مولعين النار، احنا بنقلب لحد لما الدقيق يدوب خالص او خليط الرو يدوب خالص في الحليب. وانس ان هو يدوب وتلاقوا مفيش فيه خالص كده اي حاجه وتقريبا كل الدقيق والزبده دابوا في الحليب السخن، هنبتدي بقى دلوقتي نولع النار ونقلبه علشان خاطر يتماسك ويمسك نفسه زي ما انتوا شايفين. وبرده انا مستمره في التقليب من حين لاخر وهو على النار بدا يغلي وبقى شكله ملمسه حريري خالص زي ما انتوا شايفين كده، مفيش فيه ولا كتله ولا كلكوعه واحده. والتكنيك ده تكنيك مضمون 100%، اللي عاوز يعمل بشاميل مظبوط يستخدم التكنيك ده، يطفي النار يسيب الرو يهدى وبعد كده يحط الحليب السخن. شايفين قوام البشاميل عامل ازاي؟ مفيش فيه اي كلكوع، حبيت بس اوريكم شكله مع اني عملته في فيديو مخصوص قبل كده. وبعد كده هنحط عليهم بصلاية وفيها قرنفل حوالي 5 أو 6 حبات من القرنفل، وده بيدي نكهة مميزة جدا للبشاميل. ورقتين لورا، وهنحط عليهم رشة كويسة كده من جوز الطيب، طبعا معروف ان البشاميل بيحتاج جوز الطيب وبتدي له نكهة حلوة، والبشاميل الاصلي بتحط عليه جوز الطيب وشوية من الملح وشوية من الفلفل، طبعا مفروض فلفل ابيض ولكن بما ان احنا هنحطه على زانية ولا زانية كلها الوان فانا حطيت فلفل اسود عادي. هقلب بقى الخليط واسيبه يغلي بقى مع البصلاية والبهارات دي حبة كده 3 أو 4 دقايق، ولو حسين ان هو محتاج يخف زودوا حليب، انا بحب ان البشاميل بتاع اللازانيا يكون خفيف شوية فزودت شوية حليب. هحط لكم المقادير وكميات كل حاجة في صندوق الوصف. بعد كده بعد ما غلي تقريبا 2 أو 3 دقايق هصطاد بقى البصلاية ورق اللورة والحاجات دي كلها واشيلهم على جنب وابتدي ان انا اركب صينية اللازانيا بتاعتي. هنحط اول حاجة طبقة من البشاميل خفيفة كده في القعر، وبعد كده هحط اللازانيا بتاعتي. انا على فكرة بحب اجيب طول الصينية نفس طول اللازانيا، يعني انتوا شوفوا كده اللازانيا اختاروا الصينية اللي هي مقاسها نفس مقاس اللازانيا، ما بحبش اقعد اكسر بقى واقطع حتت من اللازانيا كده ويبقى شكلها بيرفكت في الاخر. وبعد كده حطيت طبقة من البشاميل على اللازانيا وطبقة من الصوص اللحمة المفرومة بالصوص بتاعها ورشة محترمة من الموزاريلا. كمية الجبنة ترجع لكم، اللي بيحب الموزاريلا يزود ما بيحبش ما يحطش، ورشة صغيرة كده من البارميزان. البارميزان بتدي يعني طعم حلو قوي للازانيا، هي مهمة قوي وجميلة، بس لو مش متوفرة مفيش مشكلة ممكن تعملوه بشاميل بس من غير جبن خالص. وهكذا لحد لما خلصت الكمية كلها. وبعد كده على الوش طبعا بشاميل، صينية اللازانيا لازم تكون مليانة للآخر، يعني اللازانيا تكون للتوب كده. وعلى الوش رشة من البارميجان ويعني رشة صغننة قوي من الموزاريلا. نفس الكلام هعمله بالنسبة للصينية الصغيرة، انا هعمل اللي هي بقى بتتحط في الفرن على طول في الصينية الصغيرة زي ما انتوا شايفين، مش هكسر حاجة، انا بحب الصينية تبقى نفس مقاس اللازانيا، هما بيجيبوا اصلا اللازانيا مقاسها مقاس الصواني اللي موجودة عندنا، فهتحطوا اللازانيا على نفس مقاس الصينية، لكن لو الصينية مش متوفرة هنكسر بقى ونقطع حتت وايه ونركبهم كده. وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 ل 200 لمدة نص ساعة، وبعد كده ولعت عليها الشواية على نار هادية خالص من فوق عشان خاطر تديها وش من فوق، واول ما تطلع نديها رشة من البقدونس على الوش. طبعا لو عايزين القطعة تبقى ماسكة نفسها استنوا عليها كده ربع ساعة او نص ساعة، لكن احنا طبعا ما بنمسكش نفسنا ولا حاجة بنقطعها على طول زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. انا سبتها يعني 5 دقايق بالظبط بس ما قدرتش امسك نفسي. حابه بس اوريكوا الطبقات بتاعتها ومطه الموزاريلا فيها. الموزاريلا بتمط حلو عشان خاطر في سوائل كتير في اللازانيا، انا عملت قبل كده نجرسكو عرفتكوا ازاي تخلوا الموزاريلا تمط معاكوا، في تكنيكس كتيره ممكن تخلي الموزاريلا تمط معاكوا. هحط لكم لينك النجرسكو ولينك مكرونه الجامبو شيلز، وهحط لكم كمان لينك اللازانيا اللي انا عملتها رولات اللازانيا اللي هي بتتخزن في الفريزر، وهحط لكم كمان لينك المكروني اند تشيز، عملنا كل انواع المكرونات دي. وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.